طبيعية فيها كتير من هياكل من 25 مليون سنة على الأرض، وتم اكتشاف الهياكل ديت بواسطة علماء الجيولوجيا. وهناك هناك كامبينج للناس اللي بتحب رصد السماء، بجد تحفة جدا. وفي هناك السماء بتشوفها صافية، وبتشوف احنا كزيارتنا هناك شفنا مجرة درب التبانة، وشفنا نجوم كتير، وشفنا كوكب زحل، وشفنا حاجات كتير.